صباح الخير ليام. صباح الخير نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده بنبتديها معكم فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا لليوم، لكن مع بدايه رحلتنا الصباحيه بنتمنى دائما هالنهار يحمل الخير والبركه وراحة البال والرزق الكتير والانفراج يا رب لكل الناس. وعن جديد يسعد صباحك ليام. نهارك حلو يا نور، وانا كمان بدي اتمنى نهار حلو لكل الناس يلي عم يتابعونا ويلي ما عم يتابعونا، وان شاء الله بدايه نهار يحمل معه كل شيء بتتمنوه انه هو يتحقق على ارض الواقع، او نهايه سنه تكون خير يا رب، واهداف جديده تنحط على السنه الجديده بكل الخير حامله معها. صباح الخير عن جديد، رح يكون معنا مواضيع انتظرونا، رح نروح لفاصل ونبدا صباحنا لليوم. أما هلأ ليا بننتقل لروزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 22 تشرين الثاني، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1963 اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي قنصاً، وذلك أثناء زيارته لمدينة دالاس. وبعام 1975 تنصيب خوان كارلوس ملكاً على إسبانيا، وبذلك أعيد النظام الملكي إليها. وبعام 2005 انتخاب أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1890 شارل دي غول رئيس فرنسا، وبعام 1904 لوي نيل عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1970. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1916 جاك لندن كاتب أمريكي، وبعام 1981 هانس كريبس عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1953. و
ومتابعينا بصباحنا لليوم، وخلينا ننتقل ضمن تقاريرنا إلى محافظة حمص ونتابع مع بعض التقرير التالي. فبمناسبة عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، خلينا نتابع تفاصيل هذا العيد مع مراسلنا أسامة ديو. بمناسبة عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل والذكرى السنوية لإعادة ترميم كنيسة السيدة أم النور للروم الأرثوذكس بحي الأرمن في مدينة حمص، أقيم احتفال ديني وصلاة ترأسها المطران جورج أبو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس، وشاركه لفيف من الكهنة. هذه الكنيسة تخدم هذه المنطقة التي فيها يتناغم كل أبناء الوطن السوري ومن كل الأطياف في هذا الحي. الكنيسة تقدم خدماتها لكل الأبناء ولكل الأطياف دون التمييز ودون التفريق، لأننا نحن نؤمن أن رسالتنا في هذا الوطن هي رسالة لكل السوريين. لذلك السيدة أم النور هي نور لكل أبناء سوريا ولوطن سوريا. اليوم عم نحتفل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، بعد ما نشكر الله تعالى بالأمان بسوريا، ونحن بندعي لسوريا لهالأرض الطيبة بالخير، وبنطلب من ربنا بشفاعة ابن العذراء مريم تحمي الجميع. عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وهذا فرح عظيم جدا لنا، وإن شاء الله بنعاد على الأمة العربية كلها، والله يرحم شهدائنا ويشفي مرضانا وربنا جرحانا. من هون من كنيستنا، من كنيسة العذراء بحمص الأرمان، بحب عايد الجميع بعيد دخول السيدة العذراء للهيكل، بعيد السوريين، بعيد قائد وطننا. إن شاء الله يا رب الأفراح والأعياد تضل بأرضنا وتضل مثل ما نحن بنعرف، أرض الفرح وأرض السلام يا رب. كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم كل سنة بخير، ونحن هلأ أهلا وسهلا فيكم بعيد دخول سيدتنا العذراء للهيكل، وإن شاء الله بنعاد عليكم بألف خير، وطوبى لصانعي السلام. عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وهذا بدء الصوم الميلادي يلي يختتم بعيد الميلاد ب 25/12 اللي بيجي فيه سر السيد السلام ورسول السلام سيدنا يسوع المسيح. المشاركون في العيد رفعوا الصلوات والدعاء بالنصر للجيش العربي السوري وعودة المهجرين إلى وطنهم وبيوتهم، وأن يعم الخير في سوريا وطن المحبة والسلام. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. أما هلأ لي مننتقل لمساحتنا الطبية لليوم. كثير من النساء بيعانوا من كتل دهنية صغيرة ممكن تكون متوزعة ببعض أنحاء الجسم، ممكن على الرأس، على الكتف أو بالجهاز التناسلي. نحكي عن هي الكتل الدهنية، كيف فينا نعالجها، وهل هي إلى آثار سلبية على صحة السيدة؟ نحكي عن هذا الموضوع معنا الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي معالجة الأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. يعني بالبداية خلينا نحكي شو يعني الكيس الدهني، شو يعني الكتل الدهنية، شو يعني، وين أكتر أماكن بتتمركز فيها هي ما بتكون خطرة أو ما بتنعد خطرة؟ طيب سيدتي، أولا هو هذا المفهوم الأكياس الدهنية أو الكتل الدهنية أو الآفات الدهنية هو مفهوم مختلط. تعالوا أنا وياكم نوضحها هيك، نفصلها بشكل بسيط. أولا الكيس الدهنية غير الكتلة الدهنية اللي بومها. أوكي. تمام. ثانيا يعني انه كمان لما بنشوف لما بيطلع اوقات اكني يا حب وهيك، خاصه بعمر المراهقه عند كلا الجنسين، هي كمان مفهوم اخر مختلف. هلا كل وحده منهم في الى سبب مختلف، وفي منهم ما بنعرف السبب. طيب هلا بنرجع لموضوع اللي حكينا فيه بالبدايه اللي هو الاكياس الدهنيه. نحن بنعرف انه هي بتوجد فقط بالقدم، يعني ضمن طبقات الجلد، تحت طبقات الجلد بشكل بسيط. بمعنى انه نحن عنا معروف في غدد دهنيه موجوده. طيب مثل ما في غدد لعابيه، مثل ما في اي غدد ثانيه بالجسم، بده يكون في الى قناه لتطلع المفرزات تبعيتها للمكان المقصود، للمكان المطلوب. طيب الغده الدهنيه هي القناه تبعيتها، بفرض نحن بنقول انه سكرت القناه تبعيتها. طيب سكرت القناه تبعيتها وضلت الغده عم تفرز، ويقوم وقتها هون بيتشكل عندنا شيء اسمه ك
كيسة دهنية طبعا ممكن تتواجد بأي مكان بالجسم بما فيها الورم الدهني اللي هو لحسن الحظ ورم سليم جدا جدا، كمان ممكن يتواجد بأي مكان بالجسم. طيب تشكلت هاي الكيسة الدهنية هون، وقتها طريقة التداول معها مختلفة على حسب كبرها وحجمها وكان توضعها ومدى إزعاجها لصاحب أو صاحبة العلاقة. إذن هي موضوع الكيسة الدهنية. هلأ إذا بدنا نروح للموضوع الثاني يلي كمان هو الكيسة يعني بالمعنى دعبولة، إذا بدنا نروح كمان للدعبولة الثانية تحت الجلد طبعاً كله تحت الجلد طبعاً وبتظهر فوق الجلد، هو منشأه من تحت الجلد هو بتظهر فوق الجلد. الكيسة ولا الكتلة؟ اثنيناتهم. في منهم بنلاقي الكيسة مثلا ما كثير مقببة فوق الجلد بس بالجسم بنحسها واضحة، هي بنعرفها انه كيسة دهنية. هلا بنروح بقى للورم الدهني او الورم الشحمي او الليبوما. خلينا نتفق على شغلة علمية بسيطة انا وياكم، لما بنقول باي موضوع كان اي موضوع كان بنقول شغلة ليبوما قبل اخرها ما او فيبروما اخرها ما، معناته عم نحكي عن ورم سليم. تمام. اما لما نقول ساركوما او شيء يعني طلعنا بقى من كلمه الكلمه وما ليبوما فيبروما اللي هو معناته نحكي عن شيء خبيث. هلا نحن عم نقول نحكي عن الليبوما يلي هي ورم حميد. دهني حميد لحسن الحظ. ليش لحسن الحظ؟ بسبب كثره انتشار الاورام الدهنيه وين ما كان بكل الاعمار عند كلا الجنسين، نلاقيها من فروه الراس للايد. انا هلا عندي وحده هون يعني ما بتعمل شيء ابدا. هلا هي ليش بتتشكل هون؟ نحن ما بنعرف ليش بتتشكل. لا هي منشأة الخلايا الشحميه الموجوده يلي هو الشحم موجود بكل مكان بالجسم بما فيها الاحشاء جوا البطن والحوض. ليش بتتشكل هي نحن ما بنعرف، غير انه بتتكاثر بتنقسم زياده بتجمع على بعضها بتعمل كتله وإلها محفظه سليمة. من أهم صفات السلامة تبعيتها يلي إنه هي لما من جسها منفحصها منلاقيها متحركة على العمق، يعني ما أنا ملتصقة بالعمق بالعضلات أو بالأوتار أو يلي الأعضاء اللي تحتها، والجلد متحرك عليها. تمام. ما في أنسجة بتربطها. بس إذا بنحكي عن أعراضها يعني ممكن حسب بعتقد حسب موضوعها أو مكانها للكتلة أو الكيس هي بيكون إلى أعراض ممكن تضايق الشخص أو ممكن لا، ممكن المشكلة أحيانا لأنه بيكتشفوها يعني متأخرا يعني ما بينتبهوا إنه في كتلة حتى يصير بعض الأعراض لا تضايق هيدا الشخص. خلينا نعطي بعض الملاحظات لهي الأعراض لأنه نتنبه على بكير. تمام. يعني هي الأعراض إنه مثلا إذا موجودة بفروة الرأس من وراء وقت النوم بيشعر صاحب المريض او المريضه انه في شيء ما هو طبيعي لما عم يتحرك براسه، شيء مؤلم بشكل بسيط. طيب لما بنشوف انه نحن شاب او صبيه رايحين على الجيم عم يلعبوا بالنادي انه والله في شغله هون صغيره لما عم يعملوا تمرين صدر اللي هو انه عم يشعر او شوي كبرت على الشد العضلي اللي تحتها وعملت شويه الم بسيط، هي الأعراض اللي منشوفها. إلا ببعض الأماكن مثل المنطقة التناسلية عند الأنثى هون ممكن يكون لها أعراض مختلفة تماما بسبب الوظيفة المطلوبة من الأعضاء التناسلية عند الأنثى. تمام. فأغلب الأعراض هي أعراض بسيطة. هلأ إمتى منلاقي نحن وما نوع أعراض بس منلاقيه مزعج هو إنه لما المريض أو المريضة خلص حط رأسه برأس بضل بيلعب فيها وكل نهاره مشغول باله فيها. فلو كانت صغيرة ولو كانت غير مؤلمة ولو كان مكان توضعها غير مزعج بس منضطر نشله إياها. سواء كانت كيسة، طبعا طرق العلاج مختلفة بين الكيسة وبين الليبوما الورم الشحمي وبين الالتهاب الدهني هذا يلي بيكون فيه شوية شحم كمان بيطلع هون أو بالزنار الكتفي يلي كمان هذا طريقة علاجه مختلفة. هذا الثالث اللي هلا بدنا نحكي عنه يلي هو الالتهاب اللي بيطلع بالجبهة أكتر شيء وبالوجه أو بالمثلث هذا أو بيطلع بالمنطقة من إلا الفي الأمامية الخلفية الأمامية والخلفية يعني السبعة هي موجودة هون ومن وراء بين لوحين الكتف كمان بيطلع نفس الشيء. هذا بيكون سببه غالبا معتمد على
يعني سببه هرموني معتمد على فرط الاندروجين او الهرمونات المذكره واللي بيدخل من ضمنها طبعا التستوستيرون هرمون التستوستيرون. اذا هون هذا السبب بيصير وقتها هرموني. اما الليبوما ما له علاقه تقريبا بالسبب الهرموني ولا الكيسه الدهنيه. هذيك الكيسه الدهنيه سببها مثل ما حكينا فقط اليه ميكانيكيه انه هالغده هي مع القناة اللي بتسرب منها المفرزات تبعيتها سكرت القناة لأي سبب من الأسباب عملت كيسة. لأنه هون لما فصلنا بيناتهم طريقة العلاج مختلفة من كل وحدة وحدة. نعم دكتور خلينا هيك شوي نحكي عن توضع الكيسات أو الكتل الدهنية بمنطقة الثدي يعني وخاصة عنا كان شهر أكتوبر الوردي. شهر نعم. الوردي دائما السيدات يمكن لما تشوف كتلة صار عندها تخوف صار عندها مخاوف. هل تؤلم هي الكتلة الدهنية أو الشحمية بالثدي؟ وأيضا دكتور خلينا نحكي طريقة سحبها. في تقنيات جديدة صارت تنسحب تدويب وسحب من خلال الإبرة. خلينا نحكي عنها وكيف منعرف أنها شحمية وأنها سليمة إحنا قبل ما نروح هي الدكتور. ما مطلوب لنا تعرف أنه شحمية وسليمة وهيك إن شاء الله تكون كلهم شحمية وسليمة. هي ولأنه بتخاف المطلوب منها تخاف بس بدون قلق. بمعنى الخوف الإيجابي اللي بيخليها تروح لعند دكتورة بيفحصها سريرياً وهي بتكون فحص حالة سريرياً بتعطي التطورات إذا في تطورات شافتها خلال كم شهر الماضيين. ولما بيطلب لها صورة الإيكو والماموغرام للثدي ومع الفحص السريري بيعطيها تقريباً التشخيص شبه النهائي إلا ببعض الحالات اللي نضطر نأخذ منها رشافة بالف ان اي بالفاين نيدل اسبيريشن إنه رشافة أو خزعة صغيرة منها لنثبت التشخيص. فهي ما مطلوب منها تعرف. هلأ منقول هل هي مؤلمة؟ نرجع منقول حسب توضعها بالثدي كمان حسب حجم الثدي. هلأ الثدي الكبير يمكن معدوب تحس ولا بتشعر فيها. الثدي الصغير لا بتشعر فيها. كمان نفس البنت أو السيدة صاحبة العلاقة منلاقي في عندها شيء تاني إنه هي ممكن تختلف تشعر بالأعراض لما شوي بيحتقن الثدي عندها مثلا قبل الدورة أو بوقت الإباضة. إذا هون التفاصيل كثيرة ما مطلوب منا هي إنه لصاحبة العلاقة إنه هي اللي تقعد تحط التشخيص. لا تراجع طبيبة وهو بيوجهها. طب دكتور البنات الصغار يعني وقت عند البلوغ بنلاقي إنه دائما تشخيص الدكتور إنه بسبب هي شيء من يعني من كتلة الحليب صار عندك تشكلت كتلة دهنية تركية بتروح لحالها. شو هي تركية بتروح لحالها وهي الكتل عند البنات الصغار يعني شو هي؟ هل هي تصنف ضمن الكتل ولا الكياس الدهنية ولا شو هي؟ هون لا لا هي الكيسة الدهنية كيسة دهنية والغدية اللبنية لا هي غدية لبنية. فلذلك عنا الحجم وكمان بتتحرك طبعا وبتتحرك وسليمة سليمة بمعنى لا هون برجع بقول حسب شدة إذا في أعراض إذا في اشتباه فيها وحسب حجمها. يلي حجمها مؤثر على شكل الثدي طبعا مش اللي اياها ما نضل شغلة بعلى فيها. فلذلك هون منقول إنه أكثر آفات سليمة موجودة بالثدي منقول داء كيسي يعني كيسة مثل ما حكيتي حضرتك أو منقول داء غدي ليفي. اثنيناتهم مرتبطين بالبنية التشريحية للثدي السليمة يلي بتطلع منها هيك آفات. كل واحدة منها التعامل معها مختلف. فلذلك نحن بأغلب الحالات بفترة البلوغ لما نبلش بقى التبدل الهرموني عندها وبتروح باتجاه النضج الناحية الهرمونية والوظيفة الهرمونية والتناسلية والإنجابية تحضيرا يعني الحياة الإنجابية نحن منهدي بالنا شوي بنخلي عيننا على الآفة السليمة إن شاء الله ومنعطيها وقتها لحتى ينضج جسمها بشكل نهائي. بعدين نتعامل مع الحالة بلحظتها. أما في منهم الحالات بتكون هي وصغيرة صحيح إذا كبيرة أو مؤلمة أو شغلة بالها كتير وهيك لا منضطر نقيمها. طيب دكتور خلينا نحكي عن الكتل الدهنية اللي ممكن تتوزع على بعض أعضاء الجسم. هي ممكن تكون مؤشر أنه هيدا الشخص يصاب بسرطان الجلد ولا ما له علاقة؟ الحقيقة حسب تقريبا يعني لا ما في علاقة على الإطلاق. ما في علاقة إطلاق ولحسن الحظ. إنما في عنا بعض الآفات يلي هي تشتبه تماما مع كتلة دهنية يلي هي موجودة بجهاز المرأة التناسلي يلي هي مثل بارتولين جلاند يلي هي غدد بارتولان. غدد بارتولان هي غدد موجودة ببوابة المهبل الأمامية يلي شغلتها تعطي مواد مزلقة
أثناء العلاقة بين الزوجين. ونحن بنعرف في شغلة جدا مهمة أنه المهبل عند الأنثى هو عنده آلية تنظيف ذاتية مثل جوف الفم تماما، أوكي؟ فلذلك نحن بنقول في عنا هي الغدد غدتين بارتولام موجودين. هلأ ما مطلوب في منهم بتكون بتجي المريضة بتقولك دكتور أنه عندي كتلة شحمية موجودة بالمنطقة عند بوابة المهبل، بنقولها نحن أنت ما تشخصي، أوكي؟ لأنه حالات لحسن الحظ حالات نادرة جدا، وخاصة عند الكبيرات بالعمر المعمر قد يكون هو بداية أو مؤشر لا اللي سألتيني عنه حضرتك اللي هو سرطان بالفرج عند المرأة خاصة المعمرة. سرطان الرحم ولا حسب؟ لا لا لا، نحن عم نحكي بالبوابة الخارجية للمهبل بأول المجرى التناسلي عند المرأة. فلذلك هون هي هون وقت حكينا عن الأعراض إنه قلنا غالبا بيكونوا لها عرضيات اللي بتكون متوزعة بقية الجسم، بس بقى في بهي المنطقة عند الأنثى. بس في مؤشرات تنتبه للسيدة إنه ممكن يكون في مشاكل أو هي مؤشرات طبعا لسرطان أو هي لا لأنه هي نحن بنعرف الكشف المبكر قديش بيوفي هو يعني الأساس. هو الأساس علاج أي مرض إذا بدنا نحكي. نعم سيدتي هون المؤشرات ما هي بتعرف إنه هي مؤشرات لسرطان ثدي، لأنه إذا وصلت إنه هي مؤشرات وطلع عفوا سرطان ثدي سرطان بالمنطقة التناسلية وسرطان فرج أو مهبل، لا معناته هي قطعت شوط كبير كتير كتير مؤشرات قبل ما في كمان مؤشرات قبل هون بقى بدنا نحكي فيها، لأنه نحن بنعرف هي آخر خيار لكل الناس. بتقول لك الدكتور يعني نحن بنحمل نفسنا طاقة وألم زيادة، ما هو أنا أقول هذا المطلوب ما تحملوا ولا تفكروا ولا تقعدوا تكبسوا على الموبايل وعلى الكمبيوتر على الإنترنت إنه تقعدوا تشوفوا شو اللي صاير، لا لا زيارة لطبيبك وبس. شو هي المؤشرات الأبرز؟ المؤشرات تبعيتها اللي هي بنقول بقى الأعراض، بتلاقي إنه بسبب توضعها بهي المنطقة إذا كانت الست متزوجة أو إلها علاقة أو بنت العلاقات هي ببلاد برا بنشوفها كتير، إنه في عندها شيء مجسوس غير مفهوم بالنسبة إلها، مؤلم وقد يكون مؤلم بشدة، يعني بتكون العلاقة الجنسية بين الزوجين أو بين البارتنرز الشريكين بتكون شبه جحيم من ناحية الألم الشديد بهي المنطقة. طيب بعدين غير الألم للشريك؟ لا لا، بعدين منشوف بقى أنه صار في احمرار بالمنطقة، حرارة موضعية عالية بالمنطقة هاي، بعدين ممكن نشوف بقى أعراض عامة، حرارة عامة عالية، بردية، عروقات، بلا بلا بلا. ممكن بعدين نشوف شيء تاني انه صار يطلع عنا نز منها، هي بكون وقتها تحولت لخراج. تمام، هالخراج هذا وقتها هون صار قيحي، هذا يجب بقى هون نختار الوسيلة العلاج الافضل يلي هو معالجه بانتي بايوتكس مشاركه بالمضادات الحيويه خاصه للاهوائيات، يعني لانواع مضادات حيويه لمختلف انواع الجراثيم، وممكن وقتها نحضرها لعمل جراحي اللي هو التفجير للخراجه. وبالمناسبه نحن يعني هي قاعده عندنا بالطب النسائي، اي كتله مثل هي غده بارتلين جلاند اي صارت خراجه او شيء لما بدنا نستأصلها او نفجرها ونحط مفجر منها نبعتها على الباثولوجيست على المشرح المرضي ليطمننا انه هي مو مخبيه شيء وراها. بس باغلب الحالات بالاعمار الصغيره هي ما بتكون دليل على انه في عنا تيومر او كانسر سرطاني، بنشوفها بالاعمار الكبيرة للسيدات، هي اللي نرجو الانتباه إلى، لأنه إذا صار في عنا سرطان بهالمنطقة جدا علاجه يعني صعب وغليظ، والبلاستيك سيرجري الجراحة الترميمية لإلى لهون جدا جدا صعبة. فلذلك ما بنتمنى نوصل لها. خليني دكتور نكفي يعني أو تتم لحديثك ونحكي عن طرق العلاج. هلأ منشوف أنه مثلا بمناطق محددة أي مريض ممكن يلاقي كتلة أو شيء بيروح عند دكتور بيشق له إياها بيعصر له إياها في منهم بيفقوها تماما، بتكون كيسة صغيرة شحمية صار عليها التهاب بسيط لأنه في جراثيم طبيعية موجودة على الجلد مثل هلا كلياتنا، هي فلورا طبيعية موجودة، بيقوم بيصير في التهاب جرثومي بيفقيها، بدل ما تكون مجمعة بتقوم بتروح بتصير التهاب نسيج خلوي. بنقول لهم لا لا لا، لأنه حتى طريقة التفجير الجراحي تبعها أو الاستئصال بده يكون بوقته المناسب
قبل لما من خلينا نقول تنطبخ. طب في داعي لتنطبخ. هاي الفكرة أنه في داعي قبل الشق أو العمل الجراحي أو التدويب إذا كانت داخلية أنه نأخذ أنتيبيوتيك أو نأخذ دواء هذا إنه حسب شدة الحالة. إذا حالة باردة يعني هي في إلى مرحلة تحضير بعدين مثل ما قلت بالوقت المناسب. لا بجوز نحتاج مرحلة تحضير أنه إذا في عنا شيء صار في شيء اسمه انفكشن، صار في شيء التهاب موجود، اي وقتها بدنا نبرد القافة، بدنا نبرد المكان اللي عم نشتغل عليه عمليتنا وبعدين منتداخل. اما ما منتداخل بنكون في التهاب قوي وقيح كتير وحرارة عالية كتير الا ببعض الحالات لما بتجينا. يعني في عنا مريضات يعني شايفهم بعيادتي انا بشغلنا الخاص، تلاقي المريضه اللي عندها خراجه كبيره ممكن توصل قد حجم البرتقاني منطق مثلا مثل خراجه بارتونا او كتله شحميه موجوده بالمنطقه والتهبه، تلاقيها المريضه ما انا قادره تقعد مثل ما نحن قاعدين، اذا بتمشي بتمشي هي رجليها متباعدتين بشده وقاصع ظهرها لانه يا دوب عم تقدر تتحرك. هون وقتها لو في التهاب عفوا وحاله عامه يعني خلينا نقول شديدة حرارة وبردية ووهن شديد، لا نضطر نتداخل ولو هلأ من باب بس التفجير لترتاح المنطقة والمريضة من الأعراض، بعدين منرجع وقتها منغطي تغطية إنتانية شديدة بمشاركة جرثومية، منغطي تغطية إنتانية شديدة تحضيرا لتبرد المنطقة وبعدين منكمل وقتها إجراءنا الجراحي المطلوب يلي هل هو استأصل. حالات متقدمة يعني عفوا الخراجة سيدتي ممكن تطلع خلال عدة ساعات هي بس هي أساسا إلى آثار قبل يعني في كان من مؤشرات أو منبهات نحن بنعرف الخراج لأنه هو بيكون التهاب على شيء جراس يعني جراثيم أو فيروس تراكمي. بس خلينا نحكي عن الوقاية، قديش مهم اليوم الوقاية لحتى ما نوصل لهي المراحل. وقلت هو أساسا الجسم معرض ليكون فيه جراثيم، بس نحن بنعرف أنه الوقاية خير من قنطار علاج. بعض يمكن القصص اللي بنعملها بشكل يومي أو بشكل روتيني هي بتقينا من هي المراحل المتقدمة بالعلاج. خليني هلأ عن اللي الكيسة الشحمية اللي حكينا عنها يلي بتنسد قناتها، ما في غير النظافة العادية اليومية للجسم مشان انه نضمن الأقنية تبع الغدد او بتفرز الشحم انه تضل قدر الامكان سالكة. طيب هلا بالنسبة للليبوما للورم الشحمي الحقيقة ما في ولا اجراء وقائي بنقدر نساوي تجاه القصة لانه هون ما بنعرف سببه. هلا بنروح بقى للالتهابات، بنتمنى الالتهاب الدهني اللي بيصير مثل منطقه في من قدام ومن ورا والجبين والزنار الكتفي، هي اللي بيكون سببها مثل ما قلنا معتمد على فرط الاندروجينز اللي هي الهرمونات المذكره. بنقول هون نعالج السبب الاساسي لها، بمعنى انه بنت ولا سيده عندها اضطراب بالدوره، عندها شويه شعرانيه مو طبيعيه، عسره طمث شديده، لقينا عندها بي سي او تكيس مبايض، في عندها الشعرانية سبب الأندروجين فرط هرمون الأندروجين، وقتا منعالج هذا السبب بعدين بقى المظاهر الخارجية يلي إلى تدبير خلينا نسميه تدبير تجميلي أكثر، أما هو نعالج السبب من الأساس. إذن المنبئات يلي هي اللي سألتيني عنها حضرتك سيدتي إنه بنت ما بتشوف حالة في شيء مانو طبيعي لا تراجع طبيبة فورا، لأنه هي ما رح نستنى لحتى يصير عندها التهاب كامل هون وكله حبوب وشحمية وعود بعدين تعملي كريستالايزنج لإلها وتقشير. طبعا العلاج ممكن ترجع يعني في حالات نحن بنسمع خراج أو كتلة أو يعني ممكن فيها تعود نسبة فيها نسبة نكس بنفس المكان في طبعا هي طب هو الحق على أنه التنظيف مو صح لا ولا لا أبدا، الحق على السبب المجهول اللي نحن ما بنعرفه. صارت فينا نقول منطقة مهيئة يعني بشكل دائم هي مهيئة مهيئة ما طلع مثلا هذا الليبوما الورم الشحمي طلع فيها ممكن يرجع ينقص مرة تانية ويطلع بمنطقة تانية وثالثة ورابعة. فلذلك هون الإجراءات الوقائية بس بدي نبه على شغلة إنه لما حكينا عن الكتل الشحمية اللي ممكن تطلع بالمنطقة التناسلية عند البنت أو السيدة أو الخراجة بارتولان اللي ممكن تتشكل، إنه هون بس الإجراء النظافة للبنت أو السيدة منقول لهم يعني هلأ طبعا أكيد عم يتصرفوا من باب الحرص على النظافة بناتنا وسيداتنا يلي بعد كل فوتة على الحمام حتى لو بيبي وهيك إنه بقى بالمعقمات وبالمنقلك، لا 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 ما بدها الحكاية كل الأد منقول بيكفي مرة بالأسبوع بمعقم لزيادة الهفافة والنظافة وهيك خلينا نقول، والبقية المرات أثناء اليوم وبقية أيام الأسبوع منقول والله يكفي شغلة إنه نرجع للطبيعة، بمعنى إنه
كل سوائل كل أخلاط الجسم عند الرجل والمرأة والصبي والصغير والكبير إنه كلياته معمولة من المي وملح. الدم أساسه مي وملح، الدمع مي وملح، المفاصل مي وملح، السائل المفصلي مي وملح، العرق مي وملح. نرجع وقت الإجراء النظافي اللي هو بالمي والملح، زيادة شوي هيك نظافة وقت اللزوم، المي والبابونج كافية كتير. أوكي بعدين وقت في بعض الحالات تستدعي مطهرات لنعدل الحموضة سواء بجوف الفم أو بجوف المعدة أو بجوف المهبل، إيه أوكي هذاك موضوع آخر. أما كإجراء نظافة يومي لبنت أو سيدة ما عم تعاني من شيء، يكفي الطبيعة مي وملح أو مي وبابونج. نعم دكتور أكرم لحن، نحن كتير بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ومثل العادة دائما أكيد كل السيدات بينطروا فقرتك معنا لحتى يستفيدوا من كل المعلومات. شكرا كتير لك. شكرا لك دكتور. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي ميس أورفلي. صباح الخير ميس. صباح الخير نورة، وصباح الخير ليا مشاهدي الأخبارية السورية. موجز لأهم الأنباء الفاصل. أهلا بكم. انطلق في العاصمة الكازاخية الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي سيستمر لمدة يومين. وفي مستهل الاجتماعات عقدت جلسة مباحثات بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، والوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرتينت المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا. تم خلاله استعراض تطورات الأوضاع في سوريا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك ما يتعلق بالجانب الإنساني واللجنة الدستورية. وأكد المبعوث الروسي استمرار دعم روسيا لوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع. من جانبه عرض سوسان لآخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وخاصة استمرار جهود مكافحة الإرهاب والممارسات الأمريكية والتركية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة السورية. وجدد سوسان موقف سوريا الداعم للعملية العسكرية الروسية وحق روسيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة السياسات الأطلسية العدوانية التي لا تهدد روسيا فحسب، بل تهدد الأمن والاستقرار في العالم. وفي تصريح صحفي قال المبعوث الروسي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد على استقرار الوضع فيها، مؤكدا أن الوجود الأمريكي غير الشرعي يقوض التوصل إلى حل في سوريا. ودعا الأتراك لمنع المزيد من التصعيد في سوريا. وأشار المسؤول الروسي لأن الوضع الاقتصادي في سوريا متأزم وأن بلاده ستعمل مع كل الأطراف لتخفيف معاناة الشعب السوري، لافتا إلى أن آلية المساعدات عبر الحدود عفى عليها الزمن وينبغي التخلي عنها، معتبرا أنه حان الوقت الآن لوضع إجراءات محددة لتنفيذ مشاريع إعادة الأعمار في سوريا. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن شن أي عدوان على سوريا أو انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها يمثل خرقا صارخا ومدانا للقوانين الدولية. وحول العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، اعتبر كنعاني أن صمت المحافل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إبداء ردود فعل حاسمة ورادعة هو من أسباب هذا العدوان المستمر على الأراضي السورية، داعيا المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إبداء رد فعل جدي تجاهه. ننتقل الآن إلى العاصمة الكازاخية أستانا، ومعنا من هناك محمد جنبوع مراسل الأخبارية السورية. يسعد أوقاتك محمد. أوقاتك ميس. محمد جربوع. تفضل محمد جربوع. نعم نحن الآن في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث انطلقت الجولة 19 من
مباحثات هنا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاوني وزير الخارجية والمغتربين، بالإضافة إلى الوفود المشاركة وهي وفود الدول الضامنة كروسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس الوفد الروسي السيد ألكسندر لافرانتييف، وأيضا يترأس الوفد الإيراني السيد أصغر علي خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني. أيضا هناك دول مراقبة بصفة مراقب هي العراق ولبنان والأردن، وفد الأمم المتحدة الذي يترأسه جير بيدرسون المبعوث الأممي. انطلقت المباحثات اليوم بإحاطة صحفية للسيد ألكسندر لافرانتييف، أكد فيها على أن الجانب الروسي يدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع التصعيد ولمنع تدهور الحالة الأمنية في سوريا أكثر من هذا، كما أكد على أن آلية المساعدات عبر الحدود الخاصة بسوريا عفى عليها الزمن ويجب التخلي عنها. كما أيضا أشار لافرانتييف إلى أن الغرب يحاول استغلال الملف السوري كأحد القضايا للضغط ولمواجهة روسيا. كما أيضا أكد أن التواجد الأمريكي في على الأراضي السورية من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار، وأن الانسحاب هذه القوات من شأنه أن يبسط الاستقرار والأمن ويساهم بهما. بعد الإحاطة الصحفية للسيد ألكسندر لافرانتييف، كان هناك اجتماع لوفد الجمهورية العربية السورية مع وفد روسيا الاتحادية، حيث تم استعراض آخر التطورات على الساحة السورية والمواضيع المدرجة على أعمال الاجتماع 19 بصيغة أستانا، حيث أكد لافرانتييف على استمرار دعم روسيا الاتحادية لوحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها التصعيد الأوضاع. كما أعرب عن التقدير للحكومة السورية لتعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدا على موقف روسيا بالوقوف إلى جانب سوريا في هذا الخصوص. من جانبه جدد الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين دعم العملية العسكرية الروسية لحماية السكان في إقليم الدونباس وحقها في الدفاع عن نفسها وحقها أيضا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السياسات الإقليمية العدوانية التي لا تهدد روسيا فحسب بل تهدد الاستقرار والأمن الدوليين. كما عرض معاون وزير الخارجية والمغتربين آخر التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا وكافة الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والممارسات الأمريكية والتركية والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وانتهاكا للسيادة السورية. وكان أيضا هناك تطابق في وجهات النظر إزاء القضايا المدرجة على جدول الأعمال لأستانا، بما في ذلك بما يتعلق أيضا بالجانب الإنساني واللجنة الدستورية. والآن وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماع مغلق مع وفد الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تسريب لما يتم تداوله هناك، وذلك بسبب أن هذا الاجتماع مغلق وخلف الأبواب المغلقة. نعم، مراسل الأخبارية السورية محمد جربوع كنت معنا من العاصمة الكازاخية، شكرا لك. أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف تلعب بالنار بالاستفزازات التي تمارسها وبينها قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية. وقالت زاخاروفا أن نظام كييف يواصل اللعب بالنار ويقوم باستفزازات غير مسؤولة بقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية. وبعد فترة من الهدوء استأنفت القوات الأوكرانية قصفها المدفعي لمحيط المحطة، ومرة أخرى تتعرض بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملين فيها للتهديد. هذا وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من تعمد القوات الأوكرانية قصف المحطة، ولفتت إلى خطورة الوضع ووقوع حادث نووي في المحطة.
ختام موجز الأخبار، عودة لصباحنا غير مع نورة وليا. يسعد صباحك نور. شكرا لك ميس. أما هلا مشاهدينا بنكمل رحلتنا الصباحية لليوم مع محطتنا التالية. نور، بال 2019 كان عندنا رحله نحن وكاميرا الاخباريه السوريه، كان عندنا هيك جوله صباحيه ضمن القرى السوريه الجميله، وتعرفنا على اطيب ناس وعلى اهم ناس عندهم منتجات طبيعيه من البيئه، بيتمتعوا بكرم الضيافه وحسن الاستقبال والمواد الانتاجيه من الاراضي ومن عندهم من ضيعهم غير شكل. واليوم اتطوروا وشيء أكيد بيرفع الرأس، وكلنا مبسوطين أكيد أنه عنا هيك ناس، عنا هيك فرقة، عنا هيك فعاليات عم يشاركوا فيها ويعملوا جولات بالمحافظات السورية لنتعرف على منتجات هاي القرية السورية يلي هي اسمها دير ماما. يعني هاي القرية يلي بتتمتع بكتير من المنتجات يلي هلأ رح نتعرف عليها، يلي من الروائح اللي بتجنن يلي معنا هيك مثل ما بنا هيك نشوف هيك شوي عبر الكاميرا. رح نحكي أكثر عن المشاركات، عن المنتجات، كيف تطوروا، لوين أهدافهم وشو مشاركاتهم وشو عندهم منتجات لحتى نقدر نحن كسوريين نحصل عليها. أكيد بيصيرنا نرحب بالمنسق الإعلامي لفرقة دير ماما لإحياء التراث الصديق محمد عباس. صباح الخير محمد. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. الورد والنباتات والروائح والروائح الطيبة. أكيد يسعد صباحكم. صباح. يسعد صباحك. دائما لما نحكي عن الطبيعة بيكون حديث مختلف، يعني أي شيء من الطبيعة له هيك شيء خاص جوا قلوبنا وحتى ذاكرتنا مرسومة بالطفولة. خلينا نحكي عن بداية مشروعكم، عن هي الفرقة وكيف الشغل أساسا لما فعليا بتعطي للأرض من قلبك بتعطيها كمان هي بتعطيك من قلبك. تماما، مثل ما حكينا يعني الإنسان ابن بيئته، والبيئة اللي نحن عايشين فيها بتفرض علينا كتير من هالأشياء الجميلة اللي عم نحكي عنها واللي ذكريتها ليها. هلأ بال 2019 فعلا كان وقت مهرجان الربيع، واجتمع مع مهرجان التراث السوري إيكيتو اللي انقام بمناسبة عيد رأس السنة السورية. فكان لدير ماما هيك خصوصية مثل ما هي بالواقع، فخصوها بهذا المهرجان. وقتها كانت الفرقة كإعادة هيكلية وتنظيم أكثر ويكون شيء منظم بدل ما يكون شيء عفوي شيء شعبي. حبينا لا يكون تنظيم ندمج الأعمار المختلفة، الطفل والصغير، الطفل الصغير الأعمار اليافع كمان، وعندنا الشباب وعندنا الختائرية كمان الكبارية، اللي نحن هدول الختائرية هنن هذا التراث، فنحن عم نتعلم منهم، فعم ناخذ الشيء الأساسي من أصحابه الأصليين. فأنت وقت اللي عم تعلم الطفل من الشيء الأصلي، فأنت صحيح. عم تربي جيل على محبة هذه الأشياء الأساسية والصحية. فهيك كانت الانطلاقة لفرقة دير ماما لأحياء التراث. طبعا أحياء التراث بنوعيه المادي ولا مادي، يعني نحن ما لنا متوقفين على نوع معين مثلا صناعة معينة، لا، بس تراثنا غني، بيئتنا غنية كتير، بيئة حضارية ثقافية فكرية، بالإضافة للمنتجات أيضا، بالإضافة للحكايات للأساس الثقافة. لذلك نحن انطلقنا بهي الفكرة، حبينا تكون منظمة أكثر، ومثل ما قالت ليا أكيد نحن تطورنا عن قبل. صحيح. سنة عن سنة عم نتطور. هدول الأطفال اللي عم يكبروا معنا كمان هن عم يخلونا نضل مستمرين ومتابعين، بالإضافة إلى حماس الكبارية أنه لا نحن لازم نستمر. والشباب اللي بظل هالظروف حابب يعمل شيء وحابين أكيد نحافظ على هذا الشيء اللي نحن فيه. صحيح ماما. يعني ضيعة دير ماما هي من أجمل الضيع السورية أكيد، واللي بتتمتع بأجمل المنتجات السورية. محمد، خلينا هيك بالبداية نتعرف. هلأ أول شيء رح أقول لكم شو الريحة الخارقة يلي عم شمها أنا، اللي هي اللافندر. يعني ريحته كتير حلوة. هذا مزروع بدير ماما، بجبال دير ماما أكيد. نحن أنتم عم تجففوه هلأ ضمن مشروعكم. خلينا هيك نحكي، مثلا بنبدأ باللافندر ومننتقل من منتج لمنتج لحتى نتعرف شو عندكم، لحتى نعرف كيف بدنا نتواصل معك يا محمد ونحصل على منتجات طيبة. تمام أكيد. هلأ مثل ما حكيت اللافندر هو أحد المواد العشبية الموجودة بجبالنا، بالإضافة للزوفة، الزعتر البري، كمان الزعتر العريض نوعيها، يعني العريض والرفيع البري الأساسي، وهذا بيقولوا له الزعتر الخليلي.
كمان عندنا التين المجفف بانواعه. التين المجفف واللي بينصنع منه هبول التين اللي مشتهره في منطقه مصيف عموما. خلينا نحملهم بايدنا. صحيح اكيد. يلا تلبس الهبول هيك. تفضلي. التين انت مو مشكله. اذا عندنا مثل ما انا شايفين هبول التين هون التين المجفف من ثمره التين طبعا مجفف طبيعيا بدون اي اضافات. مجفف على كمان على اعواد بسموه عندنا نبات الحيصل. نبات من الجبل ذو رائحة عطرية فواحة يجفف التين عليه. بعد التجفيف نحن حبوا يبتكروا أهل المنطقة صنعوا من التين أنواع. أنواع صحيح. لا النوع الأساسي اللي كانوا متعارف عليه عند أجدادنا هو الهبول اللي مصنوع بالطحين البرغل أو صحيح. الفريفيرة باللغة الشعبية. ليه اسمه هبول؟ لأنه هو بيتعرض للبخار يعني بيتهبل على البخار. بيتهبل على البخار هي المنطقة فلهيك. فأنت شو فائدة تعريضه للبخار؟ أولا تعقيم هي الثمرة. ثاني شيء بتحفظها لسنة وسنتين وثلاثة أنت ما بتنتزع. ثاني شيء ما بتفقد خصائصها يعني أنت ما يعني احتفظت بعناصر الغذائية الكاملة اللي هي التين المجفف أثناء التصنيع. هلأ في مواد طبيعية وقت بتصنعيها هي بتفقد خصائصها، لا التين بيحافظ عليها. فنحن شو راح نطوره؟ افتكروا انه لا ليش ما فينا نضيف اسا فوائد اكثر للتين باضافه المكسرات. طبعا هي المزروعه بالارض. صحيح. ما عم نجيب مكسرات ما انا موجوده بالبيئه، لا من الارض. يعني الجوز واللوز هو موجود بالارض بطبيعه الضيعه، والسمسم كمان بينزرع باراضينا بريفنا كمان. فكله طبيعي ومن الارض، فبنضيف له مواد طبيعيه ومنشتغلها. فهذه الاضافات اسا جعلت التين قيمة غذائية أكثر. فأنت عم تأخذي شيء صحي، شيء نظيف وشيء طبيعي ومن مصدره الأساسي دون أي إضافة. جايب شجرة حمبلاسما كمان خلينا نرفع محمد على أكيد. هي الحب القاس كمان من نباتات الجبال. صحيح. هلا هو بيطلع بالشكل البري، فأهل البلدي عدلوا عليه فصار بهذا الشكل المعروف. طبعا الريحة والطعمة يعني شيء لا يوصف. بس مرة لا لا كثير حلو. حلو صحيح. هذا حلو لانه هو معدل عليه وبيشرب من ميه النبع مباشره. بس قديش حلو. يمكن هلا عم نشوف معكم المنتجات الطبيعيه هي جزء من تراث المنطقه. تماما. هي احلى شيء يمكن بالشغل اللي عم تشتغلوه. وانت قلت كلمه بدايه حديثك لما الاطفال عم يشتغلوا معكم، هذا جزء بتخزين بالذاكره تبعهم تراث المنطقه. لما نقول الهبول والتين هي بتعرف على المنطقه. ولما نقول حتى لما تم تعديل الهبول التين بطريقه هيك عصريه شوي حافظ على الخصائص الاساسيه لهيدا التراث. هي جزئية كتير مهمة لأنه كل محافظة أو كل منطقة أو كل ضيعة إلى خصائصها إلى تراثها الخاص حتى بالمأكولات تتميز بهذا الشيء. جدا مهمة ونحن بنعتز يعني أنت وقت اللي تعلمي الطفل الصنعة الأساسية بدال هو ما يجي مثلا لوقت يكبر يصير ما عنده صنعة غير وظيفته مثلا. هلأ أغلب أهل دير ماما هنن من طبقة الموظفين يعني. فهو بدك دخل إضافة. فأنت بدك تخلقي مشروعك. فالسيدي بدير ماما حبت تخلق مشروع خاص يعني حبت تخلق مشروع الخاص اللي هو من طريق هالمنتجات ما بيتعارض مع دوامها. وبنفس الوقت هي عملت مونة بيتها. صحيح. ومونة البيوت اللي بيحبوها واللي بتحبون واسست مشروع صغير فادت عائلتها فيه وعطت دخل اضافي لعائلتها. بيشتغل فيه الطفل، بيشتغل فيه الكبير، بيشتغل فيه الصغير، الزوج الزوجي، كل العائله بتشتغل فيه. هالجمعه العائله نرجع نحن قد ايه بحاجه بهالايام لنرجع لجمعه العائله ودفى العائله والمحبه. صحيح. اكيد. فوقت بتجتمع العائله كلها على هذا الشغل. هلا مثلا دبس الرمان كمان علامه فارقه بتاريخ دير ماما يعني. انت عم تحكي عن منتج غير انه تراثي، انت عم تحكي عن منتج عم تستفيدي منه طبيعي. يعني في بيت ما بيحتاج دبس الرمان؟ اكيد. شيء اساسي وشيء صحي بيعالج من الكثير يعني. صيدليه غذائيه دبس الرمان. صحيح. فعلامه مميزه لدير ماما. ايضا الارض السوريه غنيه يعني الارض السوريه بالاعشاب يعني كله. صحيح. اللي احنا بنرجع للطبيعه فما في حاجه. صح. لاي شيء صناعي اي شيء يعني. كثير بتشوف الساكنين بالضياع عموما صحتهم احسن من اللي ساكنين بالمدينه. يعني الطبيعه وطبيعه الغذاء كمان صارت عم تفرض الهواء، خيرات الارض، النظافه اللي موجوده بخيرات الارض كمان يعني. اكيد محمد. لكل هيك حدا اللي عم يشوف المنتجات وعن جد انا مجربتهم عن جد على عيني المنتجات دير ماما. وهل يعني بينقلوا لك الطيبه وطيبه الناس وطيبه وخير الارض. تمام. خلينا نحكي كيف نحن فينا نحصل على هي المنتجات، كيف فينا نحن ندعم هي المشاريع الصغيره خلينا نسميها لتشغيل اليد العامله بوقت الفراغ مثل ما ذكرت. كيف فينا نحن هي المونة انه نحن ناخذ منها بالمحافظات السوريه؟ تمام. يمكن دير ماما هيك
خلينا شوي نحكي على عضيعتك الحلوة أكيد. يلي محمد متبنيها للضيعة من عدا أي مقابل مادي، إن كان على الفيسبوك على الإنستغرام على الإعلام السوري تماماً. بنلاقي دايماً عم يجيب الكاميرات لحتى يفرجي صناعة الحرير بدير ماما. هلأ كمان لازم نحكي عليها. خلينا نحكي عن الموقع الجغرافي لدير ماما، خلينا نحكي كيف فينا نحصل على المنتجات وعلى صناعة الحرير قبل ما يدهم الوقت. تمام. هلأ أول شيء دير ماما بلدة بريف منطقة مصياف، تتبع لي محافظة حماتة، بعد 12 كيلومتر في الشمال الغربي لمدينة مصياف السورية. طبعا بلدة العلم والثقافة الأولى بالمنطقة، فيها يعني العمل الشعبي بدير ماما هو اللي عمر المدرسة من عشرينات القرن الماضي. حتى قبل ما يكون في مدرسة أساسية اللي تعمرت بالعمل الشعبي، كان بيت كل حدا كل شهر مثلا بيت حدا يعملوا مدرسة، ياخذوا البيت مثلا كانت بيوت قديمه يعملوا المدرسه بهذا البيت. فهذه ثقافه العلم انتشرت عبر الاجيال ونحن وصلت لنا اكيد وحاولنا نطور فيها. بلده العلم الاولى بالمنطقه الثقافي، ابناء دير ماما فيها عدد لا يعد ولا يحصى من الشهادات الجامعيه والطلاب المتوزعين على جامعات القطر، وامس كان عندنا بروفيسور ايضا تعين بالجامعه الحكوميه البريطانيه كمان، والكليل كلهم بيشاركوا فيه وكتب الكتاب كلهم بيشاركوا فيه. هي يعني سميت دير ماما نسبه الى القديس ماما الموجود موجود في الدير بالبلدي لسه ليومنا هذا، وهي تعايش اهل البلدي مع بعض. يعني الكليل مثل ما حكيت ليا بنشارك كلنا فيه، ونفس الشيء وكتب الكتاب الكل بيشارك فيه. هذا التعايش الحلو فرض هذا الجو أيضا. بالإضافة لنحكي كمان عن تسويق المنتجات، نحن بنتمنى انه هلا هي كلها مبادرات عفوية، كل بيت بدير ماما اكيد بيشتغل صحيح. بس نحن بنتمنى يكون في دعم اكثر من المنظمات من الوزارات المسؤوله، انه يكون في وحده تصنيع غذائي بدير ماما عن جد تفيد هالاهالي، نعمل نخلق فرصه صحيح. عمل اكبر، نكون كل نجمع هالايادي العامله ونختار منتج في يد عامله، وفي منتجات في يد عامله في منتجات بكميه هائله صحيح. يعني نحن كل عائله بدير ماما بتعمل منتجات هائلة من دبس الرمانتي الهبول وكل هالصيدلية العشبية اللي شايفينها. فنحن بدنا لا نحن نجمعها أكثر وتكون كلياتها صيدلية يعني بمكان معين مثل ما قلت ينباع فيها هاي المنتجات، ناخدها بهامش ربحي بسيط من بيعود بالخير على هالعائلات، وانت عم تاخذي من المنتج للمستهلك مباشره، ما في وسيط، انت عم تاخذي منتج اصلي وبسعر مقبول جدا. اكيد بنتمنى يكون في دعم لهذا القصه. طيب كيف بدي انا مثلا اي حدا هلا المنتجات دير ماما عم تشارك بمعارض بكافه المحافظات أونلاين السوري خلينا نحكي واونلاين موجودين نحن عبر صفحتنا اخبار دير ماما، اكيد صفحتي صفحه المنتجين الموجودين اكيد عم يعني التسويق مثل ما حكيت عم حاول انا قدر الامكان انا ومجموعه من الشباب وهي فرقة التراث أيضا اللي بتضم كل هذه الأعمار. فرقة التراث يعني عم تحاول تنقل هذا الشيء بمشاركاتها بالمهرجانات عم تنقل هذا الشيء وهذه الصناعات وهذه لحتى نسوق اكثر صحيح. يعني لحتى نسوق اكثر لانه كثير بنفتقر للتسويق. يمكن من منبرنا بنضم صوتنا لصوتك ليكون في دعم كثير كبير لهي المشاريع وللمجتمع الاهلي بالضيعة، قديش فعليا هو مجتمع متفاني، قديش فعلا بيحاول يمكن يعمل من ولا شيء كل شيء اليوم من المنتجات الطبيعيه. فصوتنا بنضم أكيد. وتحيه لكل اهالي دير ماما، يعطيكم الف عافيه، بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا رب يكون في وحده تصنيع غذائيه هيك صغيره بدير ماما، نشوف انتاج لسه اكبر على مستوى سوريا مو فقط يعني المحافظه. بلدي قدمت اكثر من 200 شهيد و300 جريح، قدمت لكثير دير ماما من العلم والمعرفه والثقافه. لا مو بس دير ماما طبعا، نحن بنحكي لازم نهتم بكل ريفنا السوري صحيح. نرجع معلش نخلق مشاريع صغيره، ما نقعد نتفرج انه لا ما في شغل، لا فينا بعد وظيفتنا بعد هي كل هاي المنتجات عم تنشغل بعد الدوام. يعطيكم الف عافيه واكيد نتمنى لكم التوفيق. محمد اكيد كثير انبسطنا انه رجعنا التقينا بعد 2019 بعد سنين وتعرفنا مع بعض على تطوركم وهي الهمه اللي عندكم، اكيد فخورين فيكم. سلام لكل اهالي دير ماما وموفقين يا رب، وان شاء الله يا رب توصلوا للعالميه لانه عن جد بتستاهلوا، انتم من الاشخاص المميزين ان شاء الله يا رب. وانا بنقل لكم تحيه كل حدا بدير ماما عم يشتغل، وانا بوجه لهم تحيه لاهل بلدتي اكيد اللي انا بفتخر فيهم وبنكبر بهذه الروح الحلوه اللي عندهم وروح المبادره وروح العمل والاصرار، انه نحن مصرين نقدم شيء، مصرين نعمل شيء لحتى نكون علامه فارقه وتضل دير ماما محافظه على مكانتها. شكرا
لكم ويسعد صباح الجميع. ألف عافية، شكرا كثير. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية، وتقرير من محافظة درعا. احتفالية أقيمت بمناسبة يوم الطفل العالمي أقامتها مديرية الثقافة، فيها نشاطات فنية ومسرحية. التفاصيل مع مراسلتنا بدرعا مرح مقداد. بمناسبة يوم الطفل العالمي، أقامت مديرية الثقافة وبالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتب نشاطات فنية ومسرحية وأدبية على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا. فريقنا هو فريق المواهب، ينمي المواهب. نحن لا نريد أن نصنع مبدع، نحن لا نريد أن نستقبل مبدعا في أمسياتنا، ولكن نريد أن نصنع مبدعا، ولا نعني بذلك أن نخلق به الموهبة، ولكن نأتي به أن يكون به موهبة ونساعده ونطوره حتى نصقله. فعاليتنا اليوم هي بمناسبة يوم الطفل العالمي، مثل ما شفنا كان في عنا سكتشات، سكتش مسرحي للأطفال. هذا السكتش المسرحي هو باكورة إطلاق فريق الأشبال للمئة كاتب وكاتب. تضمن النشاط الفني سكتش مسرحي للأطفال وإلقاء عدد من القصائد الشعرية الوجدانية ومونولوج مسرحي أداء إحدى شابات الفريق وعرض رسومات شارك بها عدد من المواهب الشابة. حبيت أرسم لوحتين، وحدة بتعبر على الحزن ووحدة بتعبر على الفرح. الحزن عبارة عن طفلي ما تبكي من سبب وجع الحرب، بسبب الوجع اللي عم يصير بهذا يعني بالبلد بشكل عام. قدمنا سكتش للأطفال بيبين كيفية التعامل مع كل شعور، الطريقة المناسبة والطريقة الخاطئة. طبعا هذا درس اجتماعية موجود في كتاب الصف السادس، وطرحنا عدة طرق للعلاج النفسي من مشاعر الحزن إلى مشاعر الخوف. أنا مثلت أنني خائفة، مثلت دورة أجداري التعبر على سوار، وأنا مثلت طريقة التعامل مع الخائف. يذكر بأن مديرية الثقافة تسهم في احتضان العديد من المواهب الصاعدة لتنميتها وتنشيط المدرجات الثقافية في المحافظة. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا. ومتابعينا اكيد بصباحنا، ومتابعين بانه نضوي على كل المنتجات الهاند ميد، ان كانت من الطبيعه وان كانت لاغراض جماليه. خلينا ننتقل الى عالم الاكسسوار ونحكي اكثر عن صناعه الاكسسوار، عن الهاند ميد، ونتعرف يمكن مع بدايه فصل الشتاء شو هي اهم الالوان، شو هي اهم المنتجات يلي فينا نحن نستخدمها. مع سمية مارديني. صباح الخير سمية. صباح الخير، كيفكم؟ تمام، يسعد صباحك. صباحكم. لما نقول عالم الاكسسوار يعني عالم واسع، ودائما نحكي معك عن اهم انواع فينا نقول موضة الاكسسوار مع كل فينا نقول فصل تغير. بالصيف تلاقينا معجوقين في اكسسوارات، وفي مساحة اكثر فيكي تستغلي الاكسسوارات واساور. بالشتاء الموضوع مختلف، لانه لبس الشتاء بيحتم عليك يمكن استخدام بعض الاكسسوارات القليلة اليوم. خلينا نحكي عن موضة الشتاء الاكسسوار، كيف فينا نستفيد من الاكسسوارات ونخلي هي القطعه بارزه. يعني بتلاقي احيانا العالم لابسه اكسسوار بالشتاء بس مش مبينه، مش واضحه، كيف فينا هيك نستغلها؟ تماما. هلا يعني انا بشوف بالعكس انه الشتاء عندها مجال للاكسسوار غير مجال الصيف. يعني هلا مجال الشتاء انه انت لابسه قبعه عاليه، فيكي تلبسي طوق ضخم، طوق واضح، اذا كانت كنسه سادة، بس مع جاكيت ولحفه وبردات ما كثير ببين. اوكي، بس انت اكيد حتفوتي مثلا تشلحي الجاكيت، بلوزتك كنزه ساده، تحطي لها طوق طويل، طوق قد الرقبه، يعني تعطي فيها حركه شوي. اذا انت رايحه لمكان عارفه حالك حتضلي لابسه جاكيت، فيكي خواتم، اساور، يعني هدول بيعطوا حركة. أو هلأ من جديد كمان منزلين البروشات كتير، وكتير موضة هاي السنة، حتى يعني أنت تستعملي إكسسوار فوق الجاكيت. صحيح. يعني لابسة جاكيت فيك تحطي عليه بروش صغير. حتى لما تحطي العقد على كنزة لابستية بدك كمان تعرفي تختاري شو العقد اللي بدك تحطيه، طويل قصير، كيف بده يكون على الكنزة، ما تعجي الإكسسوار، ممكن يعجي القطعة، ممكن الأطلالتك تكون مختلفة فيه ولا لا. طبعا هذا بيلعب دور طريقة اللبس اللي أنت لابستيه. يعني هلأ مثلا إذا أنا لابسة شيء لطلعة لنهار عادي غير الشيء اللي هو لمناسبة،
إذا لابسة شيء مثلا لروحة عادية غير الشغلة اللي بدي ألبسها بالأيام العادية غير الشغلة اللي بدي ألبسها بمناسبة. قطعت المناسبة يعني إلى أيامها وقطعت الشغلة العادية إلى هلأ في عندي كتير قطع مثلا أنا من يلي عندي ضخمة بتلاقيها هلأ بالستاند الرمادي عندك كتير أساور من هدول الأساور الضخمين الواضحين بعجين يعني قطعة واحدة مشان تبين تماما هي بدها تنلبس قطعة واحدة حتى تبين وغالبا بتكون مثلا أنت رايحة إما سهرة أو مناسبة أو زيارة أو صبحية يعني ما لها مشوار تبع أنا رايحة على شغل أو على جامعة أو هيك شيء بغض بعكس الأطواء يلي عندك على الستاند الخشب هلا هدول قطعة يومية يعني هن جايين قطع مثلا طوقين سوا هي بتحرك القطعة لابسة كنزة قبة عالية حابة أنا أعمل حركة فيها فيني ألبس من هدول الأطواء هن بيجوا أغلبهم طوقين مع بعض كتير موضة هاي السنة أما طوقين أو ثلاث أطواء حسب يعني هيك كثير موضة هي السنة انه البس قطعة تماما اكثر من عقد مع بعضهم البعض بحال اني انا رايحة مناسبة ومناسبتي مثلا انا لابسة شغلة كثير سمبل وبسيطة وانا ما بدي كثير اعجق وعندي مناسبة هلا مثل هذا الطقم هيك فيك تلبسيه بطريقة تبع انه هو طقم مناسبة وبنفس الوقت أنا ما خربت الشيء اللي لابسته يعني هو عبارة عن حلق وطوق وبس خلص يعني ما عاد في داعي أنا معه ألبس يمكن إسوارة ناعمة يعني أو خاتم ناعم وبس يعني هي هي يعني بكتفي بهذا الشيء. طيب سمية خلينا نحكي عن مشروعك يعني أنت من الأشخاص يلي بلشتي بمشروع صغير هو هاند ميد حبيتي أنت تنسقي الإكسسوارات وممكن إعادة تدوير بعض القطع يلي هي أصلا موجودة عندك ولقيتي رواج منها وصار عندك زباين خلينا هيك نحكي عن هذا المشروع خلينا نحكي عن سمية كيف بتحب تنسق تزبط كيف بلشتي بشي صغير وصرتي تعملي منتجات بأعداد كبيرة كتير صرتي تشاركي ببازارات صار عندك ايضا يمكن اونلاين بيع عبر صفحتك على الفيسبوك خلينا نحكي عن هدول التفاصيل وعن هالمشروع وهيك كيف البدايه كانت تمام هلا انا اول شيء انا دارسه تصميم ازياء يعني انا هذا الشيء اللي ساعدني وانا بحب شغل الهاند ميد يعني اي شيء له علاقه بالهاند ميد مو بس اكسسوار كروشيه يعني اي شيء هاند ميد انا بحبه بحب اشتغل فيه بالاول كانت طاولتي بالبازارات عباره عن طاوله كثير صغيره يعني كنت اشتغل شغلات كثير بسيطه وبعدين بلشت اتطور حالي شوي شوي يوتيوب كثير ساعدني يعني انا بتذكر حالي اني انا تعلمت كثير قصص من عن طريق اليوتيوب مو عن طريق لا دورات ولا اي شيء ثاني يعني كنت اشتغل هيك يعني بلش هيك يوتيوب اتعلم قطعة اقعد اشتغلها اقعد اطبقها شوي شوي كبرت طاولتي بالبازار عملت صفحة فيسبوك وهلا يعني صفحتي كلهم اللي بالبازارات بيعرفوها هي من اسم طاولتي يعني اسمها طوق واسوارة عملت صفحة فيسبوك صرت شارك بازارات اكثر انتسبت للحرفيين صرت اشتغل اكثر بايدي يعني شغلات متطوره اكثر يعني فيها حرفه اكثر ولا لا وصلت لهون يعني بس هذا الشيء بده وقت بده ما تيأسي لانه بيجيكي كثير بازارات ممكن انه تخليكي تحبطي مثلا احيانا او معارض او اي شيء يعني او اشخاص حتى بدك ما تيأسي بدك تكملي بدك تطوري من حالك وبدك كمان يعني تعتمدي انك انت تشوفي شيء برا شيء يعني خارج نطاقنا نحن تماما يعني تتفرجي اكثر تتعرفي اكثر طيب خلينا نحكي اليوم بعالم الاكسسوار يعني صار في كثير صبايا ومشاريع كثير من السيدات عم يتجهوا لهيدا المشروع عم شوف لمسات لكل صبيه خاصه ودائما بنضوي معك انه انت بمجال عملك في تطور بتحاولي تواكبي اليوم اخر صيحات الموضه بمجال الاكسسوار خلينا نحكي عن هي النقطه قديش مهمه لحتى يكون في شغل مميز لكل صبيه يعني مثل ما قلتي طاولتي بالبازار هي طاوله معينه معروف الشغل فيها كيف فيكي تكوني دائما مميزه بهيدا المجال وبنفس الوقت بالمناسبات يعني احنا جايين هلا على اعياد الميلاد فبتحسي حتى الاكسسوار بيرتبط بهي المناسبه واكيد في مشاركات لبازارات عم تحضروا لها تمام
هلا انا اول شيء شخص جريء، يعني انا ما بيأس ابدا، يعني عندي جرأة اني اروح شارك ببازار، اول مره بيصير، اول مره بيعملوه، وما بعرف حالي حاشتغل او لا. يعني غيري لا، ما عنده هي الجرأة، بخاف مثلا انه لا بركي ما اشتغلت، بركي اشتغلت بركي. وبعدين حتى خلال قطعي، يعني بشتغل قطعة يعني ممكن انه ما لها درجة، بس انا حبيتها خلص، يعني حاسة انه هاي القطعة حتشتغل فعلا، يعني احيانا كتير بتزبط معي. بطلع كتير، بشوف برا، يعني بشوف مثلا شغلات او ممكن اشوف مذيعة على شي قناة او مغنية او ممثلة او اي حدا لابسة شي حلو ساوي مثله. يعني هاي القصة كتير موجودة فيني، انا بحب هيك، يعني انا كشخص بحب اني اخذ القطعة الحلوة بغض النظر اذا كانت هي موضة او لا. هذا الفرق. طب قد ايه بتاخذوا بعين الاعتبار الاسعار اليوم؟ يعني كل صبيه بتحب دائما فعليا تقطيني الاكسسوارات ويكون ضمن يعني ستايلها اليومي، بس اليوم عم نشوف ارقام غريبه، يعني بنسمع بارقام مو معقوله، الاكسسوار يعني تضاهي الفضه اليوم لانه تصميم معين، تصميم مختلف. خلينا نحكي هاي النقطه، يعني الاسعار اليوم كيف بتراعوها، الربح كيف بيكون لاصحاب ذوي الدخل المحدود؟ لما نقول الشريحه الاكبر صارت اصحاب ذوي دخل محدود، يعني عم نحكي لكل الصبايا اللي بتحب فعليا يكون عندها اكسسوار بالبيت. تمام. هلا هذا الشيء اللي يلي اغلب الناس اللي بتجي لعندي على الطاوله بتقول لي اياه، انه انت اسعارك غيرك، يعني عندك اسعار ممكن انا اوقف عندك اشتري، اما مثلا بروح عند حدا ثاني لا، بلاقي اسعار خياليه مثل ما قلتي. انا لحد الان عندي قطعه يعني طلعت شوي عن الالف، ساويتها 1500 بس لحتى توفي معي شوي، ولا انا اذا بتجي علي بنفسي بيعها 1000، يعني عرفتي كيف؟ لحد الان عندي هاي القطعه اللي موجوده عندي على الطاوله، اذا بتجي لعندي مثلا بنت معاها 1000 ليره ايتها خدي قطعه، يعني ما بطلعها مشاري. بحاول انه بقول لك جوده القطعه اللي هي 1000 1500 مو مثل جوده قطعه ال 20 وال 30 مثلا، بس حلو يكون في حلوه، يعني تلبس موجود على الطاوله جميع الاسعار لاجل انا اقتني الاكسسوار. تمام. يعني انا مو اجي اعمل طاوله ببازار واخذ بس طبقه محدده. طب انا كنت مثلا رحت فتحت محل بقرنه فلانيه وخلص انا اكتفيت بشيء محدد، يعني انا ببازار بدي فوت لعندي كل الاشكال والالوان، ممكن يفوت لعندي حدا يعني دخله محدود وحدا كثير منيح. تمام. فانا بدي اجاري كل يعني كل الاسعار، وانا دائما عندي عروض، يعني على طاولتي على حتى طول. بالبازارات حتى صحيح. بالبازارات يعني انت ما اجيتي عندي على البازار بيجوا بيسالوني شو القطعه اللي هلا عامله عليها عروض. تمام. فعندي دائما ستاند بالبازار، هذا ستاند العروض انا مسميته. حلو. تمام. نعم. هلا نحن عندنا بازار هلا النهار الخميس ان شاء الله حيكون ب بمطعم اسمه بوابة الشمس. البازار هو اسمه فكرة وفن. صفحتي على الفيسبوك طوق سوارة قدامها رقم 2، اذا بفوتوا على صفحة الفيسبوك بيعرفوا انا شو البازارات الجاية، شو عنا معارض للحرفيين، حتى شو بشو مشاركات يعني القادمة. سمية، يعني بدنا نشكرك كثير موفقة بمشروعك وبمشاركاتك بالبازارات، وجود لك على كل شيء عم تقدميه، واهلا وسهلا. واهلا وسهلا فيكم، كثير شكرا لاستضافتكم. موفقه عائلتي الثانيه الاخباريه. نتمنى لك التوفيق. اكيد. سمية مارديني مصممه اكسسوار، شكرا كثير لك. شكرا لكم. اما هلا مشاهدينا بننتقل لمادتنا التاليه، وتحديدا لمحافظه حمص بحضور فعاليات رسميه واجتماعيه. افتتح معرض لمشغولات نزلاء السجن في المركز الثقافي بالمدينه. التفاصيل بالتقرير التالي، خلونا نتابع. بحضور فعاليات رسمية واجتماعية افتتح معرض فني لمشغولات نزلاء سجن حمص المركزي في قاعة المعارض بالمركز الثقافي في المدينة. ضم لوحات فنية ومشغولات يدوية من أرابيسك وخرز ورزين وألبسة. قمنا بإعداد وإقامة هذا المعرض بمديرية الثقافي بإحدى قاعات مديرية الثقافي حتى يظهر أعمال السجناء ونشاطاتهم داخل السجن، حتى نقوم بإظهاره للمجتمع المدني، للمجتمع المحلي. هذا المعرض يعتبر مرآة نقية وصادقة لعمل السجناء
وحياة السجناء داخل السجن. نحن هدفنا كمديرية شؤون اجتماعية وعمل رفد للمجتمع بكوادر منتجي وفاعلي، فوجهنا جمعية رعاية المسجونين لتنمية مواهب وقدرات النزلاء والنزيلات بالسجن بحرف ومهن ممكن يستفيدوا منهم بعد إخلاء سبيل إطلاق سراحهم من السجن. المعرض بيتضمن مشغولات نزلاء السجن ونزيلات السجن من الأرابيسك، الخراز، الصوف، الخياطة، الرسم. الهدف من المعرض هو بيعطيهم شعور ربطهم بالمحيط الخارجي للسجن بمحيطهم هن. والنوع والهدف الثاني اللي هو بيتضمن مردود مادي عليهم. طبعا الجمعية بتقدم كافة الخدمات للمساجين الفقراء بالسجن، بتقدم معظم المواد الأولية اللي عم نشوفه اللي أنتجت العمل، بتقدم عمل للمساجين. هلأ نحن عندنا بالسجن تقريبا بحدود 25% من مساجين السجن عم يشتغلوا بالجمعية ضمن فرص عمل معين ضمن الورشات. هلأ كمعرض كتير كتير حلو، شغل مرتب، هذا الشيء بيساعدهم بكره بس طلعوا على الحياة الاجتماعية الخارجية لبرا كاندماج بالمجتمعات. يعني شيء رائع جدا، يعني الشغل مبين انه تعبانين عليهم وعاطين كل قدراتهم، فاذا بيستفادوا من هالقدرات لبعدين او للخارج او مشاركة تانية بمعارض تانية. المعرض يأتي ضمن خطط وزارة الداخلية لتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح وتعزيز تواصل النزلاء مع المجتمع وتأمين مردود مالي، إضافة إلى تمكينهم من مهنة حين خروجهم ليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعهم. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. تابعينا بصباحنا ورح ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة ورح نحكي عن الطفولة ورعاية الطفولة. هي من المواضيع يلي دايما بتهم الأهل وهي من أكثر الاهتمامات يلي دايما بيركزوا عليها الأهالي، ولكن الأهم هو الموهبة عند الأطفال وطريقة اكتشافها وتنميتها وأنه نحن نهتم فيها بشكل أكثر بما يتساوى مع الدراسة، يعني دراستهم خلال العام الدراسي. رح نحكي أكثر مع هبة عرنوس. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير هبة، كيفك؟ يسعد صباحك يا رب، أهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن الطفل الموهوب، يعني بالبداية كيف كل أم ممكن تنتبه أن ابنها موهوب عنده شيء مميز بتستغله وبيبين هيدا الشيء بالسنوات الأولى؟ يعني ممكن يقولوا لك صغير لا بعد 3 سنوات تنتبهي أن ابنك ميال لبعض القصص، بحب بعض الشغلات هو مميز فيها أو موهوب فيها. تماما، هي الموهبة بداية هي بتكون قدرات مميزة عند الطفل موجودة وبتخلق معه بشكل فطري. صحيح. هي ما بتكون يعني نحن مشتغل عليها، لأنه نحن في عنا شيء اسمه مهارة. المهارة فرق عن الموهبة، هي الفكرة انه المهاره لما بيستعملها الشخص وبيتدرب عليها وبيحظى بجو من التدريب بتمتلك هي المهاره، ولكن الموهبه هي تخلق معه للطفل من ولادته. صفى نحن كيف نكشف عنا الغطاء. صحيح. ونظهر وتبين عنا كثير. اول شيء ما في حدا ما بيولد عنده موهبه، هي شغله كثير لازم نحن ندركها ونعرفها. موضوع الموهبه بحد ذاته انا بقدر اشوف وين وقت طفلي عم يروح، مو على الموبايل اكيد. انا بكون اول شيء خلقت له جو من الفراغ، جو من الملل، جو ما بيحمل اي مثيرات، ولكن انا بدي اشوف طفلي لشو عم يكون ميال. بنلاقي في بعض الفتيات بتميل لانه هي تقعد وتدرس، مثلا بتحط العاب وبتقعد بتدرسهم، فبتلاقي انه هي كيف ترغيبها، كيف رؤيتها للموضوع، كيف هي عم تشوف. قد يكون عندها موهبه بايصال المعلومه، الام لازم تركز على هي النقطه. في منهم بنلاقيه بيشخبر على الحيطان، طيب ماشي انا ما بدي اضربه وليش عم تشخبر على الحيطان؟ فينا نحط ورق على الحيطان، فينا نحط ورق على الارض وما يتقيد الولد ضمن مساحه الدفتر الرسم. في بنلاقيه بضله ينغم نقول له بس اسكت سرعت راسنا. هي الفكره انه موهبه بنشوف الطفل بشو عم يقضي واكثر وقت فيها منا بينطلق تماما انه انا هون هي النقطة اللي لازم ركز عليها أنا كأم مسؤولة عن تنمية موهبة طفلي. تمام. يعني دائما نحن بنقول خلص درسك بعدين رسوم، خلصي درسك بعدين غني، خلص درسك بعدين بناخدك على ممكن أي شيء بخص المواهب، وإذا ما خلصت درسك وما سمعتني منيح ممنوع تروح على الدورة يلي عم يخضع لها الطفل. ليش عنا الموهبة هي عقوبة ومنلاقي كتير من الأشخاص
الفنانين اللي بيمتلكوا مواهب، ان كان تمثيل ان كان رسم ان كان غناء، هن كثير بيكونوا ناجحين، ما شرط يكونوا ناجحين بالرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء. خلينا نحكي عن هي النقطة، يعني وصلنا لوقت انه لهلا الاهل لا بفضل انه هو يسمع لي درس التاريخ اهم، مع انه الموهبة كتير مهمة يعني. تماماً تماماً، وهي أنا رسالتي للأم، طلع مصاري أكثر. أنا رسالتي للأم، الابن الموهوب هو الشيء اللي بده يكون الشيء اللي عم يمارسه أو عم يقوم فيه، هو بده يكون مستمتع فيه. صحيح. فمثل ما أنت ذكرتي تماماً، قد تكون هو بيجي بتسمعيها من الأولاد، طب أنا شو بيهمني هذا الدرس اللي حأدرسه بحياتي، ما أنا أصلاً مخطط تكون غير شيء تماماً، ميول فنية مثلاً. فأنا إذا بدي أجي وأحصد طفلي بأنه أنت هي المرحلة بدك انت تنجزها، والا هذا التهديد والابتزاز، انا بسميه ابتزاز جدا قوي. الاهل بتلاقي انت ما جبت علامه كامله فما عاد في لك، لانه ما كان لازم تجيب تامه. طب هو ميوله مو حفظيه، هو ميوله أو حتى عمليه الجزء العلم بتكون مختلفه. انا فيني خليه يفرغ طاقته بالموهبه بعدين، يعني مش اول شيء بيعمله بالنهاري الدرس. صحيح، لانه حتى الولد بالتعاطي بيكون هو فرغ طاقته باللعب بالرسم بالاشياء اللي بيحبه. صحيح. بيروح ليدرس مع وهو طاقة ومحبة ومبسوط. تماما، ومع هيك بتلاقي لسه الدرس بعده ممل بالنسبة لإله. صحيح. فلا أطلب من الولد بشيء اللي هو مو ضمن يعني مياله أو ميوله أو ضمن حتى رغباته، أنا إزمه بأنك بدك تجيب علامة وبدك تنجح وبدك تتفوق. طب هو مو ميوله لا جغرافية ولا تاريخية ولا حتى أي شيء من هاي المواد اللي هي ممكن تكون فلسفية، ما بتهمه. هو ميوله شيء تاني، قد يكون ميوله بالرياضيات وبيعشق الرياضيات. فلكن ليش نحن بدنا نلزمه بالعلامة؟ أنا موافقة أنك تأدي أكثر شيء بتقدر عليه بضمن الإنجاز المقبول. خلينا ننتهي من شيء اسمه متلازمة الأولي. هذا الشخص اللي لازم أنت تطلع الأولي على تماما، هدول يعني كارثة كارثة. وبالأخير بتلاقيهم كلهم بيدوروا حول شغلة واحدة اللي هو التمحور حول الذات، شغلة معينة هي بتقوم فقط على خدمتي أنا لذاتي. لاحظي الميول، إن كان طبيب إن كان مهندس، ما بتكون خدمته مجتمعية، يعني ما بتلاقيه ضمن جماعات. طب تعالي أنت شوفي على فرض ما مثلا الرسام ممكن يرسم بجو، ممكن هو يشجع أطفال، ممكن هو يدخل البسمة لوش أطفال مجموعة من الناس، ممكن يأثر بالتطور المجتمعي أكثر ما يكون بس دكتور عم يعالج مريض واحد. أو حتى لو عم يعالج مرضى، بس شوفي لي دكتور أو مهندس بيشتغل من ناحية التطوير المجتمعي من ناحية المجتمعات. فكان هذا الفكر التوجه أنه نحن نكون عم نشتغل على ناحية بدي يا دكتور أو مهندس، هو التمحور حول الدال. تكون مكتفي بنفسك، خلص أخذت الدال، خلص أنت بيكفيك هذا الاسم وبتفي بنفسك وبيكفي أنك أنت حتحظى باحترام مجتمعك. ولكن كتير في فنانين، كتير في ناس موهوبين بالقراءة بالحساب بالرسم بالموسيقى. صحيح. هن أثبتوا نفسهم وقدروا يدخلوا السعادة. بتعرفي انه نحن هلا ضمن العلاج النفسي صرنا عم ندخل الرسم. صحيح. العلاج النفسي عن طريق السايكودراما، العلاج النفسي عن طريق حتى موضوع الرسم، موضوع انه كيف يفرغ الولد برسماته بالرسم. صحيح. وعن طريق التمثيل وعن طريق الموسيقى. فانا بقدر ادمج العلم مع الفن واقدر يكون هذا الشخص عن جد موهوب بالشيء اللي عم يقدمه. نعم، يعني خلينا هيك نحكي بنقطه، كثير من الاهالي بيقولوا انه يعني عكس الشيء اللي حكينا من شوي، انه انا بدي ابني كل شيء وين حرموا بيصغروا الاهل انه يطبقوه على اولادهم، يسجلوهم موسيقى ورسم وكاراتيه وجمباز وسباحه، يحشكون هيك هيك هيك، يدخلهم كل شيء صيفا شتاء، ما عندهم ولا ثانيه فاضيه. واخر شيء بنوصل لعمر انه نحن ما الولد ضاع وما عاد يعرف وين موهبته. خلينا نحكي عن هاي النقطه، وخلينا نحكي عن نقطه ثانيه للاهل الاسوياء. كيف فيهم هن يميزوا ابنهم انه هو عنده هاي الموهبه؟ باي عمر بتبلش الموهبه؟ باي وقت نحن لازم ندعمها ننميها او يعني ناخذها عند اخصائيين ينموها؟ تماما، جوابي اول شيء على السؤال الاول. لما انا بجي بعبي لوقت لطفلي بشكل كثير كبير، انا مع فكره اني اعرف طفلي على دول المواهب كلها كتعريف، بداية كتعريف، عارفه شو يعني جمباز، شو يعني باركور، شو يعني رسم موسيقى، عارفه هو حلاقي له شو ميال. في امهات بيرزموا ابنهم انت بدك تتعلم شطرنج، انت بدك تلعب شطرنج، طب الولد ماله مراء. بس اذا كان الولد موهوب
بدنا نفرق الموضوع شوي، بدي اشوف هو بشو موهبته. 100% اذا لقيته مو هلا كله حساب ذهني، هلا الترند حساب ذهني لازم حساب ذهني حرام. صحيح اكيد صحيح. فالفكره بالموضوع انه ممكن انا اذا كان ابني موهوب بناحيه معينه خلص انا بشتغل عرفت خطه، ولكن بدي اعرف شيء ثاني واللي هو انا كثير بشتغل عليه، انه انا موضوع بشوف فجوات تعليميه عند الطفل ممكن يعالجها هي كعرض، ممكن يعالجها اشياء ثانيه كتعليم مهاره او تعليم فنيات معينه. صحيح. مثل مثلا الولد عنده تشتت انتباه، انا ممكن اطلب من الاهل يروحوا يسجلوه دوره شطرنج. الشطرنج بده انتباه وتركيز. صحيح. بدون ما نحن نروح على العلاج الدوائي، ممكن ندخل اللعبه عن طريق تنميه مهاره بتساعده لاحقا بالدراسه. ممكن موضوع مثلا الخيال العلمي، انا بحاجه احكي مع هذا الطفل، انا شايفته عم يسرح عم يشط بحكيه، فيني اروح احكيه بالسفر عبر الزمن واسمح له لخياله يروح ويكون متمحور بطريقه الخيال تبعه لوين بده يكون متوجه، فيني اشتغل معه بهي النقطه. صفا مو الفكره انه شو انا بنت جيراني وبنت خالتي وبنت عمه لامي سجلت ابنها فانا لازم اروح وسجل ابني بنفس الشيء. طيب بنتك صوتها مو حلو، بنتك بالصوت ما خرجت تكون بالكورال، ليش بدك تفرضي؟ لا بدها تكون من ضمن الكورال وبدها تسجل وبدها تتدرب وبدها تتعلم، لانه انت بزمانك كنتي مش شو ما سمحوا لك اهلك تعدي دوره كورال اولاد خالتك. فهذا الشيء تبع تمام، انا بدي احط بابني اللي انا انحرمته. طيب كثير عم نشوف حاله من التطرف على فكره، لمجرد وفاه هي السلطه او غيابها عم نشوف الواحد لسه بقيان لقمه يمكن ليتخرج طب او ليتخرج هندسه او ليتخرج شيء معين كرمال رغبه الاهل بيتركه. صحيح. وبتلاقيه راح لموهبته وراح لرغبته ولشغفه وترك هذا الشيء، وبجوز يكون هو مثلا عازف كمان، عازف جيتار، حب هذا الموضوع. صحيح. ترك هذا الموضوع، هو ناجح تعليميا بس تركه لمجرد غابت السلطه اللي كانت قاهرته. فليش نحن ندخل موضوع القهر كرمال انا حافظ على صورتي الاجتماعيه؟ خلينا نحكي عن الجانب الايجابي بهي النقطه، لما يكون في موهبه والبيئه او الاهل او المحيط هو يكون الراعي والحاضن والداعم الاساسي، قديش فعليا بيفرق بتعامل الطفل بشخصيته. أكيد. ببناء شخصيته بثقته بنفسه باعتماد خياراته، لما يكون الخيار هو الاساس لإله واهله عم يدعموه فبيعرف بعدين بالمستقبل كيف يحدد خياراته ويشتغل تماماً. بالمستقبل تماما. قديه نحن فكره البيئه الحاضنه قديه بتخلي هذا الموهوب يوصل هي الموهبه تبعه لشغف. شو الفرق بين الموهبه والشغف؟ الشغف هي الشيء اللي بتساويه ولا بتعتقدي انه هو عمل بالنسبه لك. هذا الشخص اللي بتلاقيه ما بياخذ اجازه من هذا المكان لانه بيمرق الوقت وبيتضايق لما بينتهي الوقت وبيكون عم يؤدي شيء هو مستمتع. هذا الشيء اللي بيكون تماما عند الاطفال، بنلاقي شغفه بهي الموهبه اللي عم يساويها. بتقولي له يا الله مثل مثلا شام بكور، يجوا قالوا لا انت ما بتملي من القراءه، هي موهبتها بالحفظ. هي عندها موهبه وبتحب. بحفظ. صحيح. المعلومه، بتحب تسمع معلومات وتحفظها، بتحب تقرا معلومات وتحفظها، هي موهبتها. مو بالضروره انا بدي ساوي عند ابني بدك يوميا بدك تقرا ثلاث قصص واربع قصص. طب الولد ما ميوله قراءه، قد يكون ميوله كتب سمعيه. صحيح. قد ميول كتب انا صحيح. بس اني ادخل له المعلومه سمعيه وبصري او مو شرط تماما بكيو بحب يرقص بجوز تماما بجوز بحب يلعب باركور. يعني هي الناس بسميها النطوطه والاردنه. صحيح. لا ممكن يكون عنده مهارات بجسده. فالبيئه الحاضنه كثير ضروريه، وعلى فكره بتساعد الطفل انه بتقولي انت كيف هو متقنه، اكيد متدرب عليها، اكيد متعلمه. الموهبه هي تثقل وتزداد بممارستها. صحيح. كل ما مارسها تثقل، هي ما بدها الف باء تدريب، هي بدها تثقل لحتى يضل عم يمارسها اكثر واكثر واكثر الطفل. فانا بتشكر كل ام وكل اب وكل بيئه حاضنه وراعيه للمواهب للاطفال بداخل البيوت او حتى ضمن المجتمع هون. أكيد. عند البيئه السوريه كيف ممكن هي تدعم الموهوب وتساعده لحتى هو يوصل لاوج القمه. اكيد. تمام هبه، يعني بالختام خلينا هيك نحكي ونركز على اي عمر نحن فينا ندخل موهبه، نتدخل بإدخال موهبة لاحظناها عند طفلنا، وبأي عمر فينا يمكن نعرضه لأخصائيين ونطلعه من جو العيلة. تماما. هلا نحن مثل ما ذكرنا انه الموهبة تولد معه. صفا كيف بدي كشفها وبينها؟ قلت نحن نخلق جو من الفراغ لحتى يبدا الطفل عندي تظهر هي الموهبة عنده. كيف فيني انا انه بين اشتغل على تنميتها؟ فيني اقول لك انا من عمر حتى اقل من 3 سنين انت فيكي تشتغلي على تنمية هي الموهبة عند طفلك.
بمجرد ما انت لمحتي طفلك لشو ميال، بنلاقي لشو عنده رغبه، لشو حتى على فكره انت ممكن تساعدي على تنميه الموهبه بهي المرحله الجنينيه اللي هو بيكون فيها برحم الام. اذا انت ادخلتي مثلا سماع الموسيقى، فالطفل حيكون عنده اذن موسيقيه بيرغب فيها من خلال انه هو يتعلم عزف اله من مثلا الات الموسيقيه، انت ممكن هيك تدخلي له. فهذا الشيء ببساطه ممكن يساعد وممكن يخلي الطفل انه هو يرغب انه يروح ويسجل. انا بنصح الامهات بشكل عام يعملوا اختبار اسمه اختبار الذكاءات المتعدده للاطفال، هو عباره عن 8 ذكاءات. هذا الاختبار بيساعد الام انه تعرف ابنه وين ذكائه وبشو متميز ووين موهبته، بتقدر من خلاله تقدر هي تشتغل عليه لما بتعمل هذا الاختبار عند الاخصائي، وبتقدر من خلاله تعرف انا شو بدي اسجله. هذا شاطر من 6 سنين وطالع بتقدر تعمل هذا الاختبار، بس هي بتكون عندها قوة ملاحظة قبل، مو معناتها أنا بضلني حاططته قدامي ليصير عمله طبق 6 سنين يلا بالكود. أكيد قبل أنا مو حاططته على الموبايل، أكيد قبل أنا تركت له ورقة فاضية بين إيديه، أغراض المطبخ، معلش أشياء بلاستيك بين إيديه، يعني يشتغل في شيء، في شيء أدوات بده يكركب البيت، بده يخرب، بس بدنا ينتزع مخه بهالموبايلات تماما وبأشياء أنا حاططه شخص مستهلك بس قاعد عم يتابع، هو متجمد تماما فريز يعني قاعد بس قاعد عم ينطر شو بده يطلع بالفيديو اللي بعده واللي بعده. خلينا نشتغل على تنمية مواهب أولادنا واكتشافها، لأنه ممكن تضمحل وتموت إذا نحن ما كشفنا عنها أو حصرناه ضمن نطاق معين. أنت حصرا شغلتك بالحياة تدرس تاكل وتشرب وتنام وتدرس فقط، فانا بكون عن جد قصقصت له جناحاته، كلبشت له ايديه ومنعته تماما انه هو يحلق. نعم. اكيد بدنا نشكرك بالختام الاستشاريه الاسريه هبه عرنوس. وعالم الطفوله والطفل جدا جميل، الطفل بيكون هو اسفنجه او طينه، انت بتساهمي كعائله كام كاب بتكوينه بالطريقه السليمه الصحيحه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافه. شكرا كثير لك. اكيد وبنتمنى يعني بهالظروف الصعبه الاهالي هيك تكون اكثر ريلاكس مع اولادها وتبعد عن التكنولوجيا والموبايلات. شكرا كثير لك. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى لكم نهاركم يا رب يكون حلو وكل التوفيقات يلي هيك ترافقكم، كل التوفيقات الجميلة والأرزاق يا رب لكل الناس، ونهارك سعيد. نهارك سعيد ليام، مثل ما بلشنا رحلتنا الصباحية بنختمها بأمنياتنا لكل الناس يكون هالنهار بيحمل الخير والفرح والرضا وراحة البال والرزق الكتير. لقاءنا خلص، إلى اللقاء.